السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا حبايبي. ما راح أطول عليكم، الفيديو اليوم بيشرح عن طريقة تحميل صورة مصغرة للفيديو اللي بتنزله عندك بالقناة أو اللي بتنزليه عندك بالقناة. في أحد المشتركين عندي طلبوا هذا الموضوع، إنه بدهم يعرفوا كيف بدهم ينزلوا صورة مصغرة على الفيديو لأنه ما عم تزبط معهم في بعض الأحيان، تمام؟ فهذا الفيديو إن شاء الله اليوم راح يوضح هاي الفكرة وأشرح لكم فيه كيف بإمكانكم تعملوا صورة مصغرة على الفيديو تبعكم بالقناة، تمام حبايبي؟ رجاء اللي عم يشوف الفيديو عندي جديد بالقناة، اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش مشان ما نطول عليكم وتملوا. تمام، هلا اول شغله لازم نساويها لازم ننزل هذا البرنامج اللي هو اسمه يوتيوب ستوديو. هذا البرنامج يا جماعه كتير مهم، يعني الناس هلا الجديده اللي فايته على اليوتيوب يمكن عم تفتح قناتها عن طريق الجوجل او عم تفتحه عن طريق الجوجل كروم، تمام، ما عم يتبعوا هذا البرنامج اللي هو يوتيوب ستوديو. هذا كتير مهم يا جماعه، تمام، وحتى بيسهل عليكم كتير وقت انتم ترفعوا الفيديو وتكون تعدلوه تعملوا عليه مثلا تحطوا كلمات مفتاح، يعني في كتير شغلات مفيدة بهذا البرنامج، تمام. فأول شغلة بنساويها لازم ننزل هذا البرنامج اللي هو يوتيوب ستوديو، تمام. رح أحط لكم أنا الرابط تبع هذا البرنامج بالوصف عندي، إمكانكم تفوتوا على الوصف وتضغطوا عليه بيفتح لكم دغري على سوق بلاي وتنزلوا بس البرنامج تعملوا تنزيل. حوريكم مثال أنا كيف بيصير القصة. بتفتحوا على سوق بلاي بتكتبوا هون YT ستوديو، يوكو بيطلع دغري عنكم، شايفين؟ نكبس عليه. هلا أنا منزل عندي هون، بما أنه منزل عندي هون حاطط لي دغري إنه افتح على البرنامج، تمام. بس أنتوا بيكون ما له منزل عنكم هون بيكتب لكم هون إنه تحميل البرنامج أو تنزيل، تمام. تكبسوا عليها بتنزل البرنامج. بعد ما يتنزل البرنامج تطلعوا لبرا بتلاقوا البرنامج نزل عنكم على سطح المكتب او جوا بالقائمة، بفوتوا على القائمة تبع الموبايل تبعكم بتلاقوا البرنامج نزل بالقوائم الموجودة عنكم انتم هون، تمام. طيب هلا بعد ما ننزل البرنامج بنفتح بنكبس عليه يفتح عنا هون هيك، شايفين؟ بيعطيكم هي اسم القناة عندي هون 1214 مشترك، ان شاء الله عبال ما يزيدوا بفضل الله ودعمكم. لا تنسوا تدعمونا، اشتركوا بالقناة اللي عم يشوف فيديو جديد عندي بالقناة اذا سمحتوا، تمام. وبيعطيكم هون الاحصاءات تبع القناة وهالامور كلها هاي. هلا احنا مو هم موضوعنا، احنا هذا الفيديو عاملينه هلا خصوصي للناس. في عندي مشتركة طلبت انه نوضح لها كيف تحسن تحط الصورة المصغرة تبع الفيديو اللي برا، يعني الناس وتفتح على يوتيوب او جوجل في صورة بتكون انت حاططها على الفيديو تبعك مشان تشرح فيه او تعبر فيه شو انت عامل بهذا الفيديو، تمام. فنحن حنشرح هلا عن هذا الموضوع اللي هو موضوع تغيير الصورة المصغرة تبع الفيديو، تمام. طيب السؤال كان انه كيف بتحسن تغير صورة الفيديو المصغر اللي هو للفيديوهات المدتها صغيرة اللي هو شورتس بسموه شورتس، تمام. كان بدها تعرف انه كيف تحسن تحط صورة للغلاف على الفيديو القصير اللي هو بتجي مدته من تحت الدقيقة، يعني 59 ثانية ونازل، هذا يعتبر فيديو قصير، تمام. كل الناس بتعرفه، يلي ما بيعرفه انا عامل فيديو عن كيف تعمل فيديوهات قصيرة عندك بالقناة، رح احط لكم كمان الرابط بالوصف بامكانكم تفوتوا على الرابط وتشوفوا كيف تعملوا فيديوهات قصيرة عندكم بالقناة للناس الجديدة. انا عم بحكي للناس الجديدة، الناس القديمة اكيد بتعرف هذا الحكي، تمام، عشان ما يقولوا لي للعالم انه يعني اي شغلة قديمة. الناس الجديدة اللي فاتت على اليوتيوب جديدة لسه ما عندها فكرة عن هذا الموضوع، تمام. طيب هلا نحن بننزل، بدي فوت انا على الفيديوهات اللي عندي بالقناة، بكبس هون عندي لك كلمة فيديوز وميفتح على كل شيء فيديوهات منزلها عندي انا بالقناة،
تمام. رح انزل دور على فيديو يكون عامله انا قصير مدته من تحت الدقيقة، مشان الاختي اللي طلبت الفيديو الشرح تعرف شو الموضوع. فرجي اختي، اللي انا عندي هون 59 ثانية مدته لكم، 59 ثانية. انا بدي اغير الصورة تبع هذا الملف الفيديو الصغير، كيف؟ بكبس عليها عادي كبسة، بقوم بيفتح عندي هون، هون عطاني فتح لي على الفيديو. بس فتح لي على الفيديو هاد، بكبس انا هون على كلمة القلم، عفوا على الشكل اللي هو هاد ايقونة القلم، بكبس عليها. بعد ما اكبس عليها هون عم يعطيني انا شو حابب عدل بالفيديو. طبعا انا هلا ما راح افوت تفاصيل الفيديو لانه الفيديو فيه له فكره معينه. بدنا نعدل الصوره، نكبس على كل هون الرمز تبع القلم، شايفينه؟ نكبس عليه. بعد ما نكبس على رمز القلم هون عم يقلنا صوره مصغره مخصصه، انه انا بدي احط صوره مصغره مخصصه. تمام. انا هلا بكبس عليها هون. بعد ما اكبس عليها هون بيفتح لي على ملف الصور تبعاتي، فأنا بكون مجهز الصورة مثلاً اللي بدي أحطها عندي على هذا الفيديو. تمام؟ لنفترض هاي الصورة. تمام؟ رح أكبس عليها، بعدين بعطيه هون فوق عندي كلمة اختيار، شايفينها؟ بكبس على كلمة اختيار، يقوم عطاني هو عمل لي إنه هاي الصورة اللي بتحطها. فرجوا عن هاي الصورة، يعني كل من فات لعندي على القناة بيعرف حاططها هيك للمزح يعني، وبنفس الوقت إنه الناس تفوت تدعمني وتشترك بالقناة، القناة فاضية وبحاجة دعمكم. تمام، أنا اخترت هاي الصورة، عمل لي إنه هاي الصورة بدك إياها، بقول له هون أنا اختيار اخترتها، شايفين؟ هلأ نزلت عندي الصورة المصغرة هون أنا بهذا الموضوع، شايفين؟ نزلت الصورة المصغرة عندي هون، إنه أنا هلأ هاي الصورة المصغرة صارت على الفيديو اللي هو مدته قصيرة، بطلع هيك. أنا وافق على هذا الموضوع، بكبس له هون على كلمة حفظ. تمام؟ شايفينها؟ اكبس له على كلمة حفظ. بس اكبس له على كلمة حفظ، فرجوا هلا. فرجوا، هلا صارت الصورة عندي هيك موجودة. شايفين؟ يعني هلا أي حدا بيفوت لعندي أنا على الفيديو القصير بيطلع هيك بيلاقي القناة فاضية، بيلاقي الصورة هيك من برا، القناة فاضية بحاجة دعمكم. تمام؟ ان شاء الله تكون وصلت الفكرة وكون وضحت لكم الفكرة بطريقة سلسة وسهلة. هاي الفيديو بالنسبة لموضوع الناس يلي بدها تغير الصورة وتعمل صورة مصغرة للفيديو عندها بالقناة للفيديوهات القصيرة. بالاضافة نفس الطريقة تمام بامكانكم تستعملوها لكل الفيديوهات، نفس الشيء. مثلا هذا الفيديو انا شارح فيه انه في وسائل نقل جديدة في المانيا، بكبس عليها، انا بدي اعدل الصورة، كمان بكبس القلم. تمام، كمان بكبس له هون على القلم، وبيفتح لي هون على الصور بيقول لي اختار الصورة اللي بدك اياها، بختارها بعدين بعطيه حفظ. نفس الطريقة تماما، ما بتختلف عن الطريقة القديمة. حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بهذا الشرح اللي شرحت لكم اياه. من فضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. أتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.